إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نبشر الأمة الإسلامية بأننا نقترب من موعد قيام الخلافة، الخلافة التي ستنزل بيت المقدس، والخليفة الذي سوف يفتح فلسطين بيت المقدس. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا هذا الخليفة الذي سيبايع في فلسطين بعد أن يفتح الجزيرة العربية وفارس، فنحن نرى والله تعالى أعلم بأنه بين أظهرنا نراه بأعيننا، وهو عبد الله الذي هو الآن يملك في الأردن. هذا الرجل سيهديه الله تعالى إلى هذا الفتح العظيم، وسنرى بأعيننا إن شاء الله عام 1446 هجرية، والمسجد الأقصى قد أعيد بناؤه كأجمل ما يكون، وستجتمع قلوب الفاتحين. الجيوش التي سوف تفتح فلسطين ستجتمع على تولية عبد الله هذا الخلافة، لتكون خلافة هاشمية، ليست كما نرغب، هي ليست على منهاج النبوة، لأن الخلافة التي على منهاج النبوة ستأتي إن شاء الله على يدي محمد الذي نحن نظن بأنه ابن لعبد الله هذا، عبد الله الثاني ملك الأردن حاليا، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله سوف نتكلم بالتفاصيل حول هذا الموضوع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.